مهدي بالنسبة لي هو عنده عالم لوحده، ما يشوف ناس قدامه. أنا بلشت في الجزائر في مدرسة الحلويات، وبعدين رحت لفرنسا عملت أكثر من 9 سنوات وكملت مشواري في لندن. تعاملت مع كتير سيليبريتي، 50 سنت، ريهانا، شخصيات رياضيين أكلوا من أكلي. جاء الوقت كون مشهور، جاء الوقت أخوض تجربة توب شيف. أنا نقطة تحول في توب شيف سيزون 2، أنا شيف مجنون. شيف مجنون لأنه طريقتي في تقديم الأطباق نادرة، لأني أمزج بين الذوق والتقنيات تاع الأكل مع التقنيات تاع الحلويات. حنكسر الدنيا. أنا كثير واثق في نفسي، أنا خايف من نفسي هون، ما خايف من أي أحد.